فاهم السؤال اللي كنت هسأله له خصيصا لحضراتكم علي معلول، لان انتوا عارفين على طول ما بيصدقوا علي معلول مصاب، علي معلول مش عارف ايه، كويس ما قالوش فيه مشكله وطلع وساب التمرين. علي معلول حس باجهاد بدني عام وده طبيعي جدا في الكوره، ففضل لاسارتي ان هو يجريه حول الملعب حوالين الملعب يعني لفتين ثلاثه ويدلك وخلاص ويدخل في اجواء المباراه. استعدادا للمباراه الهامه جدا، عارفين علي معلول لاعب معظم المباريات وكان بيعمل مجهود كبير جدا من الناحيه البدنيه في الناحيه الهجوميه تحديدا كمان، فطبيعي جدا ان هو يحس باجهاد. مروان محسن طمنتكم عليه، خلاص رامي ربيعه ان شاء الله كمان في التشكيله باذن الله، اللعيبه بترجع واحده واحده، يا رب يا رب ما يحصل اصابات تاني ان شاء الله.